شو يا ابو عزوز؟ شو يا زعيم حارة العمارة؟ يا رجال يا الحارتي، زعيم حارتنا مبسوط ليش؟ لأنه فهد مات. بس اسمع، ورحمة الغالي تحت التراب، ما رح اسكت ورح اخذ بيتارو من الزيبع وكل مين بشد على ايده. هاي قدام رجال الحارة كله، المهلة يلي عطيناك ياها قربت تخلص، ساعتها النار اللي جواتي راح تحرق الأخضر قبل اليابس، فهمان؟ وأنا بفهم. السلام عليكم. شو جابوا لهول هالواطي؟ هديك يو العمر إلك يا ابو فهد. قتلت ابني وجاي تعزيني فيها سيبا؟ انا جاي لعندك باجري لحتى اقول لك والله بيشهد على كلامي اني ما غلطت، وفهد ما قتلته هيك لله بالله. لازم تفهم شو السيرة قبل ما تحكم. من وقت اللي نقتل ابني ما تركته قرنة للكلام، لا انت ولا كل مين بشد على ايدك. ما حدا له علاقة بهالشي بالذات غيري انا. انا يا ابو فهد، واذا بدك تاخذ بيتارة بيكني قدامك وصدري قبالك، خذ بيتارة. طب خنجرك يا زيبا، مو نحن اللي بناخذ طارنا بهي الطريقة. انا جاي انهي القصة من شرشة، وأنا تحت الحق، ما بدي المشاكل تزيد بين الأهل والخلان. زيبا كله بهوى جسم. ما كان لازم تجي لهون بهذا الوقت يا زيبا، ما كان لازم تجي. قلت لحالي بحط حد للقيل والقال، بني هالمشكلة من أساسها. ما في مشكلة إلا ولا حل. مشان موضوع الزعامة، شو ناوي تعمل عمي أبو العز؟ هذا الموضوع بالذات اترك لي إياه يا زيبا، اترك لي إياه. المهلة قربت تخلص، وما رح نرضى بغيرك زعيم لو مهما كلف الثمن. زيبا الله يرضى عليك، أنت التهي بشغلك وخليك بحالك، وأنا بعرف كيف أتصرف في هذا الموضوع. خلاص لا تاكل هم. أمرك زعيم. مشرف.